السيدة أم محمد تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لنا فيك يا عم الشيخ. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا أم محمد. أنا لي عند حضرتك سؤالين لو سمحت. اتفضلي. أول سؤال، الصلوات اللي فاتتني المفروض إن أنا أصليها سنة وشفع ووتر ولا أصليها قضاء؟ طيب أقول لحضرتك ماشي. تاني سؤال حضرتك، أنا متجوزة دلوقتي بقالي 35 سنة. وانا لحد دلوقتي انا ما اعرفش جوزي مرتبه كام. هو بيشتغل في بيشتغل مع الحكومه، وهو عارف كويس قوي ان انا مش طماعه، واللي بيديهولي انا برضه بيه. طيب. فانا مش عارفه هو ليه مش عاوز يقول لي على مرتبه. ولو حبيت ان انا اعرف منه هو بياخد كام اجيبها له ازاي؟ حاضر اقول لك تجيبها له ازاي، واقول لك انت محتاجه لده ولا لا. اقول لا ارد على حضرتك. اول حاجه السؤال الاولاني ده سؤال فقهي، السؤال الثاني ده سؤال شويه رايح على ارشاد الزواجي، وانا هجاوب حضرتك عليه. اول حاجه لا، اللي صلاه القضاء هتصليها هتحسبي صلاه القضاء كده اللي فاتتك دي، وتحسبيها وتقدريها وتصليها مع كل صلاه من جنسها. تصلي ظهر مع ظهر، وعصر مع عصر، ومغرب مع مغرب، وهكذا. فتصلي مع كل صلاه من جنسها. مش هتنفع ان انت تقولي ان انا اصلي مكانها صلوات النوافل، لا، صلاه القضاء تقضيها مع كل صلاة من جنسها. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني بقى حكاية، أنت بقالك 35 سنة يا صبرة يا حاجة محمد ومش عارفة هو بياخد كام. جينا دلوقتي هقول لك أنت ليه بتسألي دلوقتي، لأن أنت حسيتي بأن العمر فات وحاسة بتهديد مالي، فأنت عايزة تعرفي عشان هو لما يقول لك كده تحسي أن هو مازال معاكي، ومازال مازال بيحافظ عليكي، وبيزال بيعمل لك بيحافظ على امانك. بس انا بقول لك، انت بتقولي اجيبها له ازاي. انا شايف ببساطه خالص ان انت لو كان مكفيك الفلوس اللي بيصرفها عليكي خير وبركه. لو كنت خايفه وحاسه بتهديد ان هو ممكن يتجوز عليكي، اظن 35 سنه و25 سنه، فاحنا هتبقى صعب. يعني مش هقول لك هتبقى صعبه، ومش هقول لك ما تحصلش ده، لا، فكرة ان هو يتجوز عليك مش هيمنع ده ان هو تعرفي مرتبه كام. في ستات كتيرة بتتوهم ان هي لما تعرف مرتب جوزها هتقدر بشكل او باخر تقول له طب زود لنا هنا وزود لنا هنا وزود لنا هنا وزود لنا هنا، وهي مش محتاجة. وهو ساعتها هيبقى عنده حجة ان هي بقت انسانة متعبة وانسانة بتعجزه وبتقصص ريشه. انا لو بتسأليني عن رأيي، لو هو ما قالش ومش عايز ومصر على انه ما يقولش هو بياخد كام، لو مكفي البيت اهلا وسهلا. مش مكفي البيت، من حقك ان انت تطلبي كفايتك بالبيت، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ده وجهة نظري ونصيحتي لحضرتك.